السلام عليكم. الشخص اللي قدامنا ده اسمه جانكا، وهو الدراع اليمين لواحد عنده شركات كتير قوي في اليابان، وبنشوفه وهو بيجهز عشان يروح الشغل، وبتكون مراته هي بنت صاحب الشركات دي كلها، وبنشوف جانج وهو بيبص في المراية وبيتأكد من ان كل شيء تمام. بعدها بيطلع وبيتكلم مع مراته، لكن كلامهم ما بيكونش كلام ناس بيحبوا بعض. المهم صاحبنا جانج ده شخص قوي جدا وعنده نفوذ كبير، وبنشوفه هو بيتكلم بالتليفون وبيخلص بيزنس كبير جدا في مكالمة واحدة بس. بعدها بيدخل عليه واحد من مدراء الأجسام عنده وبيقول له إنه كل المحلات اللي عايزين ياخدوها من صحابها أخدوها، إلا محل واحد صاحبه مش موافق يتنازل عنه، وبيقول له إنه من ساعة ما بقى مدير وبيجي يلبس الكرافتة ما بقاش يعرف يشتغل زي زمان. وبعدين بينده لمدير قسم تاني وبيقول له خد الرجالة وخلصوا الموضوع النجار ده بسرعة. وفعلا بنشوفهم وهم داخلين محل النجار مش باين انهم داخلين لخير ابدا، وبيسألوا عن واحد اسمه كيم جونغ شي، ياريت الناس تركز على الاسم ده. بعدها بنشوفهم وهم ضربوه، وكمان بيهددوه انه لو ما مضاش على عقد التنازل حيقطعوا ايده بالمنشار، وباين ان كيم وافق على التنازل. وبعدها بنشوف ان جانغ كان بياكل في مطعم لوحده، فبيجي واحد هو في الاساس منافس له في الشركات اللي هو شغال فيها وعايز ياخد مكانه، وبيقعدوا الى احوى على بعض بالكلام. وبعدين بنشوف الشخص صاحب الهلمة دي كلها وهو قاعد يلعب مع جان وبيتكلم معاه عن الشغل. وبعدين الفيلم بيودينا المشهد مطعم عادي، وبنعرف ان المطعم ده بيقدم اكلة اسمها الرامن، وبيكون في المطعم صاحبة المطعم ذاتها وولد صغير وبيكون اسمه دونغ، ودونغ ده هو البطل الثاني للفيلم، وهو نفسه ابن صاحب محل النجارة اللي قلت لكم تركزوا عليه من شوية. وبنشوف جان وهو عايز يدفع الحساب، وفي نفس الوقت بنشوف الولد دونغ بيتكلم بالتليفون وباين ان في مشكلة، وكمان بيتفاجأ انه ما عندوش فلوس عشان يدفع حساب الاكل اللي اكله. ولما يكلم صاحب المطعم بتقول له مش مشكلة خالص، الراجل الغني اللي واقف معانا ده هيدفع الحساب. صراحة ست غريبة. وبعدها بنشوف جان وهو بيتكلم بالتليفون وواقف تحت عمارة، وفوق العمارة الولد دونغ كان بيحاول يأخذ جزمة متعلقة في لاقي التلفزيون، فوقع دونغ على جان، وهنا بتبتدي الصدمة. بعدها بيصحى جان من غيبوبة وبيكون لسه مش فاهم حاجة، وكمان الناس بتقول لك حاجات غريبة زي ان الممرضة قالت له ايها الطالب، وكمان الراجل ده قال له يا طالب. بس اغرب شيء كان لما شاف نفسه وهو نايم في السرير في غيبوبة ولسه مصحيش. وبعد شوية جا كيم اللي هو الراجل النجار اللي اتكلمنا عليه، وهو ابو الولد دونغ، وقعد يصرخ ويحضنه. كل الحاجات اللي حصلت دي بتخليه يروح يبص على نفسه في المراية، وهي دي كانت لحظة الصدمة. بيلقى جان نفسه في جسم الولد دونغ. وبعدها بنشوفهم بيتكلموا مع الدكتورة وبتشرح لهم ان ده فقدان ذاكرة عادي ناتج من اثار الحادث وكده. بعدها بنشوف الشخص اللي بينافس جانغ على منصبه في الشركة بيسمع الخبر بتاع الحادث وبيكون مبسوط جدا وبيضحك. وبعدها بيرجع جانغ لبيته، ولكن عشان هو شكله شكل طالب في المدرسة مراته بتخاف منه وبتحاول تضربه، وبعدها بتطلب الامن فبيجي ياخده. وبنشوفه وهو بينط من على جسمه في المستشفى لانه فاكر ان كده هترجع روحه لجسمه. وفجأة بيطلع رئيس القسم اللي كان في أول الفيلم وبيمسكه من هدومه وبيقول له مش عايز أشوفك هنا تاني. بعدين بيروح جانغ وهو في جسم الولد دونغ مع أبوه للبيت، وأبوه بيعمل له أكل كتير من الكان بيحبه دونغ. وبعدها بنشوفهم راحوا المدرسة وبيقابلوا المدير، وجانغ بحكم إنه حد كبير ومش ولد في الثانوي بيكون بيتعامل بشكل محرج جدا لوالده، وده بخلي والده انه يعتذر للمدير ويتحقق له انه ابنه مخبوط في راسه. وبعدها بيسأله عن انه لو في طلاب هم اللي عملوا كده في دونغ. وبعدها دونغ بيقول لابوه وللمدير انه عايز يتحرى عن الامر ده لوحده، وانه حيروح الفصل من النهاردة ويبدأ دراسة على طول. وفعلا بعدها بنشوفه وهو في الفصل والاستاذة بيتكلم مع الطلبة انهم يتعاونوا معاه، بس واضح انه مش كلهم هيتعاونوا معاه.
وبعدين بنشوفهم وهم في استراحة الفطار. وفي شلة من الطلبة المتنمرين بيتنمروا على بنت، وعايزكم كمان تركزوا لي مع البنت دي قوي قوي. والبنت بيكون اسمها هونغ. المهم صاحبنا بيتكلم معاهم وبيقول لهم سيبوها في حالها، فبيضحكوا عليه لأنهم يتعودوا إنهم يتنمروا عليه هو كمان. وبعدها بيقوم واحد من المتنمرين وبيروح يهدده ويقول له تعال نتقابل بعد المدرسة. وفعلا بيقابلوا بعض بعد المدرسة، وبيكون الولد المتنمر مستغرب إنه مهربش زي زمان. ولما يكون الولد المتنمر بيتكلم بياخد واحدة على وشه، وبيكون مش مصدق ومصدوم، فبياخد تاني واحدة على وشه. لا ومش كده بس، بياخد حاجة على رجله وكمان بياخد واحدة تالتة على وشه، وصحابه بيجوا عليه، فواحد من صحابه كمان بياخد واحدة على وشه وهو رايح على الطاير كده. وعشان هم مش بيتوبوا بنشوفهم في الحمام بيتنمروا على واحد تاني، ولسوء حظهم بيطلع دونغ من الحمام وبيوقعهم كلهم على الأرض، وكمان بياخد تليفون واحد منهم ويروح بيه البيت وبيلقى فيه فيديو بيشرح له اللي حصل كله، وإن شلة المتنمرين ومعاهم واحد تاني هم اللي طلبوا من دونغ ياخد الجزمة اللي كانت متعلقة في لائط التلفزيون، وإلا حيضربوا البنت اللي قلت لكم تركزوا معاها من شوية ووقع بعدها في جانج. وبعدها بنشوف زعيم شلة المتنمرين بيضربهم واحد واحد عشان الفيديو ده ممكن يوديهم في داهية، فبيجي دونغ وبيهدد زعيمهم إنه لو شاف وشه تاني حيضربه. ونشوف حتة تانية إن مرات جانج كانت بتخونه مع رئيس القسم اللي كان في أول الفيلم، وبنعرف إن المنافس بتاع جانج في الشركة صور مرات جانج الخاينة ومعاها رئيس القسم، وكمان ابتز مرات جانج عشان تودي أوراق بتثبت إن جانج اختلس فلوس من الشركة. وبعدها بيروح دونغ لمدير القسم الوفي اللي هو في صف جانج ويحاول يقنعه إنه جانج، وبيبدأ يقول له تواريخ وحاجات قديمة، وفي النهاية بيقدر يقنعه. وبعدها بنشوف إن دونغ كان ماشي في ساحة المدرسة، فبتيجي البنت اللي قلت لكم تركزوا معاها وتخبطوا وهي جارية، وبتوقع الدبدوب بتاعها فبياخده ويحصلها، وهنا بتكون مفاجأة كبيرة لجانج. بيعرف جانج إن أم البنت دي هي نفسها نفس البنت اللي هو كان بيحبها زمان وبيدور عليها من فترة، واسمها ميسون، وإن البنت اللي قلت لكم عليها ركزوا معاها هي بنته، فبيكون عايز يتأكد. وبياخد شعرة من جسمه اللي هو أساسا نايم في المستشفى، وكمان بياخد شعرة من بنته في المدرسة، وفعلا بيكون في تطابق كامل في كل شيء. وبعدها بنشوف دونغ وهو بيتكلم مع ميسون عن بنتهم، وطبعا ميسون مش عارفة لحد دلوقتي إن دانغ هو نفسه جانغ. وبعدها بنشوف مرات جانغ الخاينة بتدي أبوها الورق اللي لفقوه لجانغ. وبعدها بنشوف رئيس القسم الوفي وهو بيتكلم مع جانغ في إنه لازم يعلم بنته إزاي تعرف تدافع عن نفسها، وده بيكون عن طريق تعليمها فنون القتال كده. وفعلا بنشوف البنت وهي في الجيم، ورئيس القسم الوفي عامل نفسه إنه مدرب، وفعلا بيبدأ التدريب، وفي نفس الوقت بيتدرب جانغ هو كمان وبيظبط جسمه. ولما التدريب يخلص وكلهم يخلصوا التدريب ويرجع جانغ للمدرسة، كل الطلبة بيشوفوه وبينبهروا بشكله الجديد. وكمان لما يجوا شلة المتنمرين يتنمروا على بنته، بتقدر ترد عليهم كويس واحد واحد وتعلمهم الأدب. وبعدين بنشوف دونغ مع ميسون في مطعمها، ويدخلوا زباين فتقوم عشان تشوفهم عاوزين يطلبوا ايه، فبيلمسها واحد منهم في حتة مش كويسة، فبيجي دونغ ويعلمهم الأدب. وبعدها بتجي ميسون وبتقوله أنت مين، وبتطلب منه يقول لها الحقيقة كاملة، وهو بيعترف لها بالحقيقة كاملة. وبنشوف دونغ ومعاه بنته قاعدين في الحديقة، وبيجي واحد من الأولاد المشهورين في المدرسة وبيعزم بنت دونغ لعيد ميلاده. ولما تروح عيد الميلاد بتعرف إن الولد اللي عزمها هو زعيم المتنمرين الكبير، وكلهم بيسمعوا كلامه. ولما نرجع لدونغ وميسون بنشوفهم المرة دي في مطعم وهو بيحاول يعتذر لها عن اللي سببه لها زمان كله. ولما يكونوا راجعين على البيت
بيتصل حد بدونج وبيقول له انه بنته مع شلة المتنمرين في الحفلة وحيبهدلوها. فبياخد عربيته بسرعة وبيروح عشان يطلعها منهم. وبعدها بنشوف ان ولد المتنمر طلب من بنته انها تشرب الخمر، ولما رفضت صب الخمر عليه شعرها والكلام ده قدام الناس كلهم، وقعدوا يتنمروا عليها ويضحكوا عليها. وبعدها بيوصل دونج وبيغطيها بالجاكيت بتاعه، وبتبدأ معركة بينهم، ودونج بيضربهم واحد واحد وبيرميهم في حوض السباحة. وكمان لما الولد المتنمر يحاول يضرب البنت بتعرف تتفادى ضربته وترميه في حوض السباحة كمان. وبعدها بنشوف جانج مع رئيس القسم الوفي بيقول له انه منافسه وكمان زوجته اتفقوا عليه ولفقوا له تهمة، فبيديه فكرة انه يروح لصاحب الشركات دي كلها ويديه ورقة تثبت براءته. بعدها بنشوف ان البنت اعترفت لدونج بحبها، وده عشان هي ما بتعرفش انه ابوها لحد دلوقتي. ولما تكلم امها، امها بتنفعل فيها وبتضربها. وبعدين بنشوف ان ميسون ودونج بيتكلموا عشان الامور بدأت تتعقد اكتر، فبتشوفهم بنتهم وتتهمهم انهم في علاقة من وراها. وبعدين بيصحى جانج من الغيبوبة وبيلاقي المنافس بتاعه في الاوضة وبيحاول انه يقتله، فبيتخض وبيوقع وبيضرب راسه بالارض بيغمى عليه. وعشان انه روح دونج جوه جسم جانج بيروح لبيته وبيتكلم مع ابوه، بس ابوه مش بيصدقه. وبعدها يتكلموا الثلاثة ويفهموا ابو دونج اللي حصل كله. وبعدين بروح جانج ودونج لميسون الاثنين مع بعض عشان يتكلموا معاها، بس فجأة بيجي المنافس بتاع جانج ومعاه رجالته وناويين يقتلوا جانج عشان يقدر يلقى المنصب اللي هو عاوزه في الشركة. بس جانج اللي هو في جسم دونج بيتصدى ليهم بكل قوته. وبعدين بنشوف انه في واحد من الرجالة بيكون قوي جدا وبيخلوهم انهم يمسكوا، بس بتطلع ميسون ومعاها انبوبة غاز وولاعة وبتحددهم انها هتفجر المكان كله لو ما سابوه، فبيسيبوه ويهربوا. بعدها هنشوف ان مرات جانج الخاينة مع ابوها بعد ما اكتشف كذبها وعايز يواجهها بجانج. وبنشوف جانج بيحفز في دونج الكلام اللي مفروض يقوله، وكمان بيكون معاه سماعات عشان يقوله الكلام لو نسى، فبتحصل مشكلة في السماعات وبيكون لازم دونج يتصرف لوحده. وبنعرف بعدها انه تصرف صح وانه جانج مبسوط منه جدا. وفي الوقت ده بتجي مرات جانج الخاينة وبتخبطهم بالعربية، بس جانج بينقذ دونج وبيتخبط هو. وفي المستشفى بيكون جانج تعبان جدا فبيغمى عليه، وكمان بيغمى على دونج في نفس الوقت، وبيكون كده ارواحهم رجعت لمكانها الصح. وفي النهاية بنشوف ان جانج قرر يتخلى عن كل حياته ويجي يعيش مع ميسون وبنته في بيتهم اللي هم عايشين فيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. وسلام.